مرحبا طلابي الأعزاء، سوف نبدأ اليوم بفيديو الأسبوع الأول لمادة اللغة العربية للمستوى الثاني، فهيا بنا. عزيزي الطالب، سوف نبدأ يومنا الأول بكسر الجمود من خلال تحديد أهداف صغيرة وواقعية للأنشطة اليومية وممارسة تمارين تحفيزية للجسم والعقل. أيضا سوف نستخدم أساليب تدريس متنوعة مثل المناقشات الجماعية والأنشطة التفاعلية والعروض التقديمية لجعل الدراسة أكثر إثارة ومشاركة. في اليوم الثاني عزيزي الطالب، سوف نخصص وقت لمناقشة وثيقة القواعد الصفية، وسوف نوضح للطلاب أهمية وجود وثيقة للقواعد الصفية وكيف تساهم هذه الوثيقة في خلق بيئة دراسية منظمة ومحترمة. سوف نستعرض محتوى الوثيقة مثل التصرفات المقبولة وغير المقبولة في الصف. سوف نفتح باب النقاش للطلاب لطرح أسئلة وتقديم تعليقات حول القواعد المحددة. أيضاً سوف نناقش العواقب التي يمكن أن تنتج عن عدم احترام وثيقة القواعد الصفية وتأثير ذلك على الصف بأكمله. أيضاً سوف نشجع الطلاب على المشاركة في وضع بعض القواعد أو تقديم اقتراحات لتحسين الوثيقة. سوف نطلب من الطلاب أن يكتبوا مذكرات شخصية حول كيفية تطبيق القواعد في حياتهم. أيضاً سوف نقدم أمثلة عملية حول كيفية تطبيق القواعد في مواقف مختلفة داخل الصف وخارجه. أما عزيزي الطالب، في اليوم الثالث سوف نبدأ بمهارة الاستماع. سنناقش تعريف مهارة الاستماع وأهميتها في التواصل الفعال وفهم الرسائل بشكل صحيح، عوامل الاستماع الفعال، أنواع الاستماع النشط والاستماع الانفعالي والاستماع للاستيعاب، تحسين مهارة الاستماع مثل تجنب التشتت وتكرار معلومات الفهم، التعرف على العقبات التي من الممكن أن تواجه الطلاب أثناء الاستماع وكيفية التفاعل معها، شرح أهمية التفاعل مع المتحدث من خلال إبداء التعبيرات الوجهية والإشارات الجسدية، تشجيع الطلاب على طرح أسئلة وتعليقات على المحتوى الذي يستمعون إليه. أما عزيزي الطالب، في اليوم الرابع سوف نتحدث عن مهارة التحدث من حيث تسليط الضوء على أهمية التحدث بوضوح وفعالية في التواصل اليومي وفي مختلف المجالات، مناقشة العوامل التي تؤثر على جودة التحدث مثل الوضوح واللباقة واستخدام المهارات. أيضاً تقديم استراتيجيات لتحسين مهارة التحدث مثل التدرب على الإلقاء واستخدام الأمثلة. أيضاً عزيزي الطالب، سوف نتحدث عن المهارات الكتابية والنحوية من حيث شرح أهمية القدرة على التعبير عن الأفكار بوضوح وبشكل منظم من خلال الكتابة، تقديم أسس هيكل الكتابة، تشجيع الطلاب على استخدام لغة متنوعة ومناسبة لتعزيز وجودة النصوص، استخدام استراتيجيات لتنظيم الأفكار بشكل منطقي ومتسلسل داخل النص. وبهذا عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من جولة حول الأسبوع الأول، شاكرة لكم حسن استماعكم وطابت أوقاتكم بكل خير.